عليكم متبعي قناة عبير. كما كتشوفوا راه حنا عند بائع المواد الغذائية. اليوم بغينا نسولك اخويا على الكمامات. نعم. واش جاوكم الكمامات اليوم؟ جاونا ولكن ما جاتناش واحد الكمية كثيرة. يعني شحال الكمية تقريبا؟ جاتنا 100 حبة. 100 حبة وكتشوف 100 حبة ما كافياش بطبيعة الحال. الحومة. ما عطاتنيش حتى الحومة يعني. ياك. خصنا الكمية تكون مزيانة وتكون حتى الجودة مزيانة بحيث الجودة كي دايرة الجودة. جاتنا الجودة ناقصة. ناقصة وشحال اخويا الثمن ديالها؟ 80 فرنك. 80 فرنك باش بعتو نبيعوها للمستهلك. ولكن الجودة ديالها ناقصة شوية كتقطع داك اللاستيك دغيا كيتقطع. اه هادشي يعني كطالبوا دابا بان تكون الجودة شوية شوية صحيحة. واه لينا شنو هي النوع ديال المواد الغذائية اللي كتخرج لك أكثرية خصوصا في هاد الفترة ديال وباء كورونا؟ شنو المواد اللي كتستهلك؟ الدقيق. الطحين. الدقيق اه الطحين وخلاص العداس واللوبيا القطنية راه كيعرفها كيخرجوا بطريقة كبيرة. هادشي اللي كاين. واحد التخوف بزاف من كورونا وانتم اللي بقيتوا حالين. أنا الوالد مابقاش كيبغي يسلم عليا ماشي. دابا فاش كتدخل في الدار كيفاش الروتين ديالك؟ ديريكت الحمام. ديريكت الحمام. آه صافي. بالنسبة لهاد المواد الغذائية واش كتعقموهم؟ ما كنعقموهاش. ما كتعقموش. صافي من الشركات هكاك وصافي. كنناشدوا السلطات المحلية قايد المنطقة يجيو يعقمونا مرة مرة هكا باش حنايا نحميو راسنا. نعم نعم. كما شفنا داير واحد لاستيك وداير واحد الحدود مسافه الامان بينك وبين برافو عليك. يعني هذا الشيء كنطلبوه من جميع المحلات المواد الغذائيه يخليوا واحد مسافه الامان اللي الفلوس اللي بغاي غير الماء والخل. برافو عليك. برافو الخل. اها صافي برافو عليك. شكرا خويا وان شاء الله رسالتكم وصلت. وكما كتشوفوا متبعي قناه عبير اللي بغى الكمامات يلتجا غير بالبقال ديال الحومه ديالو راه كاينين الكمامات عند البقال ديالكم.